السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيكم عاصم منصور من شركه أوربكس في المناظر الرميه الاسواق اليوم 24 اغسطس 2021. وكما نلاحظ على الرسم البياني استمرت عمليات جني الارباح على مؤشر الدولار الامريكي والتي دفعته الى مستويات ال93 في الوقت الحالي، وتظل النظره السلبيه قائمه على تداولات مؤشر الدولار الامريكي طالما حافظ المؤشر على تداولاته اسفل مستويات ال93.50، ومتوقع ان نشهد المزيد من التراجعات الى مستويات ال92.50 خلال الاسبوع الجاري، وفي حال كسر هذا المستوى يمتد التراجع الى مستويات ال92، وتظل تلك النظرة قائمة ما لم يتم اختراق المستويات ال93.70 والتي تمثل مستوى مقاومة قوي جدا على الإطارات الزمنية الأطول زمنا، خاصة أن مؤشر الدولار فشل في اختراق تلك المستويات في مارس الماضي، مما يدعم النظرة السلبية على المدى القصير فقط وتتحول إلى الشراء في حال الاختراق الواضح لتلك المستويات باستهداف المستويات ال94.70 على المدى الطويل. وبرغم من تداولات اليورو دولار أسفل مستويات 1.17 إلا أن الدعم الشرائي عاد للزوج مرة أخرى ليجري تداوله حاليا عند مستويات 1.1735. وكما أشرت في الفيديو الصادر بالأمس أن برغم من مجيء بيانات مؤشرات مدراء المشتريات اقل من المتوقعات الا انها اشارت الى استمرار نمو القطاعات الخدميه والتصنيعيه داخل منطقه اليورو، بالاضافه الى ان معدلات التوظيف سجلت تحسن قوي خلال الشهر الماضي، والامر الذي دعم النظره الايجابيه على تداولات اليورو دولار على المدى القصير. من المتوقع انه في حال استمرار التداولات اعلى مستويات 1.17 ان يمتد الارتفاع الى مستويات 1.18 ومنها الى مستويات 1.19 خلال الاسبوع الجاري، وتظل ايضا النظره الايجابيه قائمه على المدى القصير ما لم يتم كسر مستويات 1.1660. وبالنسبه لتداولات الاسترليني دولار متوقع ان نشهد تداول عرضي للزوج على مدار الاسبوع الجاري فيما بين مستويات 1.3750 والمستويات 1.3570، ويفضل بناء تمركزات شرائيه من مستوى الدعم الموضح على الرسم البياني قرابه المستويات 1.3570. من دون ذلك متوقع ان نشهد تداول عرضي للزوج على مدار الاسبوع. وبننتقل الى تداولات الدولار ين. من المتوقع ان نشهد ايضا تداول في نطاق ضيق مع انتظار كسر مستويات ال109 باستهداف المستويات ال107.50، وتظل تلك النظره ايضا قائمه ما لم يتم اختراق المستويات ال110.80 والتي تمثل مستويات مقاومه قويه بالنسبه لتداولات الزوج الدولار ين. وبالنسبه لتداولات المعدن الاصفر، وبعدما سجل المعدن الاصفر اعلى مستوياته قرابه المستويات ال1805 وذلك بعد كسر النطاق العرضي كما هو موضح على الاطار الزمني الساعه قرابه المستويات ال1795. سجل الذهب ارتفاعات قويه وصلت الى مستويات 1805. من المتوقع ان نشهد عمليات جني ارباح، ولكن النظره الشرائيه قائمه طالما استقرت تداولات الذهب اعلى مستويات 1795، وفي حال اختراق مستويات 1805 من المتوقع ان نشهد مستويات 1834، وفي حال اختراقها من المتوقع ان نشهد مستويات 1915 دولار الأونصة. ايضا تتجه الاسواق الى الاقبال على الذهب للتحوط من تسارع معدلات التضخم، ولذلك من المهم جدا ان نراقب معدلات التضخم خاصه داخل الولايات المتحده الامريكيه وداخل الاسواق الناشئه. في حال استمر تسارع معدلات التضخم من المتوقع ان نشهد استمرار لارتفاع اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. وأصدرت جولدمان ساكس توقعاتها للذهب أن يصل إلى مستويات ال2000 دولار الأونصة الواحدة بنهاية العام الجاري، يعني في غضون حوالي 4 شهور. من المتوقع أن نشهد مستويات ال2000 دولار الأونصة على حسب توقعات جولدمان ساكس، ولكن تلك المستويات المقاومة الموضحة للرسم البياني هي المحطات التالية للمعدن الأصفر بشرط احفاظ الذهب على تداولاته أعلى مستويات 1790 والمستويات 1795 دولار للأونصة. وأخيرا بالنسبة لتداولات الداو جونز المتوقع أيضا أن نشهد مستويات 36000 على المدى الطويل، ويفضل استغلال أي تراجعات لبناء تمركزات شرائية على المدى الطويل فقط، ولكن على المدى القصير في حال كسر مستويات 34570 فقط هي من تدعم النظرة السلبية لاستهداف مستويات 34000 على المدى القصير. كانت هذه نظرة سريعة على الأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.